مجاهد بالسيف واللسان، من أوائل النقباء الأنصار للدعوة، سخر موهبته في الشعر للدفاع عن الإسلام. جاهد مع النبي في بدر، وحفر الخندق مع الصحابة، وشهد صلح الحديبية، فكتبت له الشهادة في غزوة مؤتة. روايتنا اليوم بطلها الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، شاعر الرسول. هو عبد الله بن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن مالك، ينتمي إلى بني الحارث، أحد بطون الخزرج بالمدينة المنورة. كانت له أكثر من كنية، منها أبو رواحة وأبو عمرو وأبو محمد. بايع بيعة الرضوان وهاجر إلى المدينة مع النبي، وشهد صلح الحديبية، وكان أحد النقباء في بيعة العقبة. كانت بداية الصحابي عبد الله بن رواحة في الإسلام والدعوة بعد لقائه بالصحابي مصعب بن عمير في المدينة؟ قصة إيماني كانت وإسلامي كانت مع من؟ مع الصحابي الجليل سيدنا مصعب بن عمير. فآمن بسيدنا رسول الله وهاجر إلى المدينة المنورة صلى الله عليه ساكنها، وكان شاعرا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمدح حضرة النبي ويمدح في الإسلام وفي مبادئ الإسلام. كانت قبيلة الصحابي عبد الله بن رواحة من الأنساب والأشراف عند العرب، هل كان لذلك تأثير كبير على شخصيته وعلى تنشئته؟ نعم، عبد الله بن رواحة هو من القبائل العربية المشهورة جدا في التاريخ الإسلامي بصفة عامة والعربية أيضا. الحقيقة أن عبد الله بن رواحة كان أجدادي من كبار الشعراء في الجاهلية، كما كانوا أيضا من الحكماء الذين يفصلون في القضايا التي والخصومات التي كانت تثار بين القبائل العربية من حين لآخر. كما ذلك أدى إلى أنه كان متعلما للقراءة والكتابة في مجتمع كانت تنتشر فيه الأمية أصلا. كانت لتربية الرسول أثر واضح وملموس في حياة شاعره، فإذا أمره صارع ونفذ، وإذا نهاه عن أمر اجتنبه وتركه. كيف تعلم في ملازمته ومشاركته للرسول في الحضر والسفر تعاليم الإسلام؟ يذكر لنا سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، سيدنا النبي كان بيخطب، فقال اجلسوا، فجلس خارج المسجد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة قيل له يا رسول الله حينما قلت اجلسوا جلس سيدنا عبد الله بن رواحة، امتثال لأوامره، امتثالا لمن؟ لأوامر سيدنا رسول الله. ننظر هنا ونأخذ من هذا الدرس كيف كان يتعامل مع أوامر سيدنا رسول الله، كيف كانت الثقة والأمانة في الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة لدرجة أنه يكلفه النبي بعدد من المهام. الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة كان من الصحابة الذين لديهم ذكاء كبير جدا وقدرة على زي ما بنسميها كده تسمين الأشياء، عنده قدرة على أنه يقدر قيمة الأشياء. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام استأمنه وأمنه أن يذهب إلى يهودي خيبر عشان يجمع منهم الجزية، وكان بيجمع الجزية عن طريق أنه هو كان بيشوف الثمر جوه النخل، فبيقدر قيمة النخلة دي هتجيب قد إيه من الثمر، ويحدد النسبة بتاعة المسلمين هتكون منها قد إيه نسبة العدد الصمت. وحاول وقتها يهود خيبر جمعوا له بعض الحلي ان هم يرشوه عشان يقول قيمة اقل، رغم كرهه الشديد لليهود، وقال لهم كده انكم ابغض الناس الى قلبي والرسول والمسلمين احب الناس الى قلبي، لكن انا مش هظلمكم. ابن رواحة كان كاتبا في بيئة لا تعرف الكتابة الا قليل، فكان شاعرا ينطلق الشعر منه عذبا قويا، وبعد إسلامه حمل سيفه وشعره في كل الغزوات. عبد الله بن رواحة كان لم يكن له دور كبير في القتال بالسيف فقط،
بل كان له دور أيضا في القتال بالكلمة. لكن لو هتسأل عن كمان الجانب الفني في حياة الصحابي عبد الله بن رواحة، وكيف دعم الرسول هذا الجانب في خدمة الدين والوطن؟ كان سيدنا عبد الله بن رواحة كاتبا حيث لقى الكتاب، وكان شاعرا، وكانت كلماته قوية لدرجة أن سيدنا عمر في قضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فأخذ يمدح بالشعر بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا عمر في حرم الله وفي حرم وفي وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك؟ قال دعه يا عمر، قل عنه يا عمر، فإن كلامه أشد من البال. الشعر في المقدمة ومن بين أسلحته. نعم، ففي غزوة الأحزاب الخندق في العام الخامس للهجرة النبوية، عندما كان الصحابة يشاركون في حفر الخندق كانوا ينشدون بأشعار عبد الله بن رواحة. شعره كان يسير معه في البداية في ملازمته لسيدنا رسول الله، وكان إذا خرج في غزوة كذا كان يأخذ سيفه وشعره يرمي به. هذا سلاح وهذا سلاح. هذا سلاح وهذا سلاح. والشعر في حياة الشباب أو الجانب الفني في حياة الشباب، هل ممكن يكون ليه دور وتوظيفه في خدمة الوطن في خدمة الدين؟ الجانب الفني والجانب الأدبي في حياة الإنسان هام جداً جداً. سيدنا عبد الله بن رواحة كان شاعر وشاعر قوي جداً، وكان في الحروب بينشد الشعر وكان بيحفز الجيش بشكل قوي جداً، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيردد خلفه الأبيات اللي هو بيقولها. انظر أيضاً في معركة خيبر عندما كان الجيش الإسلامي متجه إلى هذه المعركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الجيش يتباطأ في المسير، فإذا به يطلب من عبد الله بن رواحة أن ينشد هذه الأبيات مرة أخرى التي كانت سببا في إلهاب المشاعر، فتحرك الجيش الإسلامي متجها إلى غزوة خيبر بسلاح العقيدة الإسلامية أولا وبالجهاء وبأشعار عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. علاقته بالآخرين، هل كان لي عدد من المواقف اللي أثبتت أنه اتخذ طريق في دعوة الناس للإسلام بطرق مختلفة؟ صحيح، كانت من أبرز مواقفه مع أبو الدرداء، كان صديقا له وكان أخا له في الجاهلية، كان يذهب إليه يدعوه إلى الإسلام مرات ومرات، حاول إن هو يجذبه بالحديث ما جابش نتيجة. هنا إزاي يفكر وإزاي يحاول يقنعه بالفعل؟ فذهب إلى بيته ودخل لصاحب البيت وكسر هذا الصنم وتركه ومشى. لما جاء أبو الدرداء قالت له زوجته فعل عبد الله بن رواحة كذا وكذا وكذا وكذا. هنا حالة الفكر والتأمل، قال أبو الدرداء لو كان هذا إله لدافع عن نفسه لحافظ على نفسه. تعجب انت، يعني انا بعبودك وانت مش عارف تدافع عن نفسك؟ هو اداله المثل، مثال هنا قوي، اداله الفعل. انت بتعبد ما لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شيء. واستشهاده ايضا في الغزوات كان يعني امر قوي، وترك ايضا سيره وترك رساله قويه لكل الاجيال من بعده. حقيقه ان الغزوه التي استشهد فيها والمعركه التي استشهد فيها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كانت معركة شاهدة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم إعداد جيش، أعد جيشا مكونا من 3000 جندي فقط، وأسند قيادته إلى زيد بن حارثة قائلا للصحابة فإن قتل أو أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل أو أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن قتل أو أصيب فليختار المسلمون رجلا منهم. ويتحرك إلى أرض المعركة ويلتقي الجيشان في اليوم التالي، فيقع زيد بن حارثة رضي الله عنه شهيدا، فيحمل الراية جعفر بن أبي طالب، فيقاتل قتال الثابت حتى يسقط شهيدا هو الآخر، فيحمل الراية من؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ويبدأ عبد الله في القتال ويقاتل قتال الثابت حتى يسقط شهيدا في أرض المعركة. في العام الثامن من الهجرة جاءت غزوة مؤتة بشهادة أحد قضاتها الثلاثة النقيب عبد الله بن رواحة. ليرحل من كان يجاهد بالسيف واللسان، فكان شعره لا يقل أهمية عن سيفه بالمعارك.